Ladies and gentlemen, سؤال مهم جدا وحنجاوب عليه النهاردة. يا ترى ايه الصح؟ I used to ولا I'm used to؟ وايه الفرق ما بينهم وايه كمان معناهم؟ اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة الاخطاء الشائعة في اللغة الانجليزية، ومعانا النهاردة خطأ شائع جدا هنعرفه وهنتعلمه ونتجنبه كمان. يلا بينا نبتدي مع بعض. Stick around. اولا كده قبل ما نبتدي خلينا اقولك ان used نطقها في الماضي used، الاس هنا بتتنطق زي اللي هو استخدم، لكن لما بيتحط عليها to لانها بتحصل كتير قوي معانا النهاردة بتتنطق used، دلعها كده used، يبقى مفيش بقى used، الاس بتتنطق زي ما هي والto بتتنطق تا. used 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 معناها انك متعود على شيء. لو استخدمتها لوحدها في الماضي من غير اي to be بيبقى معناها انك كنت متعود على عادة والعادة دي توقفت، ده معناها. فلما اقول لك I used to play soccer ده معناها ان انا كنت متعود العب كورة لكن ما بلعبهاش دلوقتي، مش محتاج اكد حتى اقول لك I'm not playing now، هي خلاص I used to play soccer يعني كنت متعود ان انا العب كورة والموضوع انتهى. وبعد to بنجيب الفعل في المصدر، اوكي، لما بتبقى في used خد بالك. مثال تاني لما اقول لك مثلا she used to meet her friends، هي كانت متعوده انها تقابل زمايلها، she used to meet her friends، بس خلاص after marriage مثلا بعد الجواز ما عادتش بتقابلها، تمام. ده used to لو ما فيش حاجه ما بين used to وما بين الضمير او السبجكت. تعال بقى نخش على عاده في المضارع، وهنا بقى تيجي I'm used to. يبقى I used to بنستخدمها في الماضي و I'm used to بنستخدمها لو عاوزين نتكلم على عادة بتحصل دلوقتي في المضارع مش في الماضي وانتهت. و I'm اختصار ل I am، ده معناها انك بتجيب to be am او is او are وبتجيب بعدها used to عشان تتكلم على حاجة بتحصل في المضارع. بس خد بالك الفعل لازم تحط عليه بعد to ing، وده فرق تاني مهم جدا. في الماضي كنا بنجيب الفعل في المصدر يعني من غير اي اضافات. مثال I'm used to playing soccer، خدت بالك؟ نقارنها بقى بالمثال اللي احنا قلناه في الاول I used to play soccer، انا كنت متعود العب كوره، لكن في المضارع عاده بتحصل دلوقتي I'm used to playing soccer، يعني انا بلعب كره قدم كعاده موجوده معايا في المضارع ولم تتوقف. ممكن بقى تقول he's used to playing soccer، she's used to، طالما في to be وبعدها used تحط على الفعل ing يبقى عادة في المضارع. يبقى فهمنا من الفيديو ده ان used I used to صح ما فيهاش حاجة بس بنتكلم بيها على عادة في الماضي، و am او to be am is are وبعدها used وفعل عليه ing صح برضو بس بتحط على بس بنتكلم بيها على عادة في المضارع. اوعى تخلط ما بين الاثنين لان بشوف الخطأ ده كتير قوي لما بدي courses للناس I used to ماضي I'm used to عادة في المضارع. لو الفيديو عجبك شير ولايك وسلام.